رئيس الجلسة البروفيسور محمد أسلم إسلاحي، سعادة مدير الجلسة الدكتور عبد الرحمن، سعادة أستاذ الأساتذة البروفيسور زبير أحمد الفاروقي، حضرات الأساتذة الكرام، زملائي الإعدام، طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني أن أقدم كلمة الشكر والامتنان إلى منظمي هذه الندوة المباركة بعنوان اللغة العربية بين الواقع والمأمول بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وأخص منهم بالذكر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الممثل بسعادة الدكتور ضيف الله إبراهيم المطرودي الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية بالهند، ومركز الدراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهرلال نهرو رئيسا وأساتذة وطلبة على إتاحتي فرصة لتقديم مقالة متواضعة بعنوان مساهمة الجامعات العصرية في نشر اللغة العربية في الهند. أيها الحضور الكرام، كما أنتم تعرفون أن اللغة العربية ليست حديثة الأحد ولا غريبة الديار في هذا البلد العظيم الذي تنتشر فيه اللغة العربية من أقصاه إلى أقصاه، ويدرس أبناؤه هذه اللغة المباركة لمختلف الأسباب والدوافع من قديم الزمان إلى يومنا هذا، ويوجد فيه عدد من الوسائل لنشرها، ومنها الجامعات العصرية التي تعد وسيلة من الوسائل العديدة لنشر اللغة العربية في الهند، وأهمها فائدة وأكثرها تطورا وأعظمها احتراما. وقد ألف حول تاريخ اللغة العربية في الهند عدد لا يستهان به من الكتب قديما وحديثا، ومن أشهرها على سبيل المثال نزهة الخواطر والثقافة الإسلامية وواقع اللغة العربية في الجامعات الهندية وعالم الأدب العربي في الهند وتاريخ اللغة العربية وواقعها في الهند للأخ الدكتور صهيب عالم، وغيرها من الكتب المهمة التي تتناول تاريخ اللغة العربية في الهند بشكل عام وبالتفصيل. وفيما يتعلق بمساهمة الجامعات الأسرية في نشر اللغة العربية في الهند، فلا يخفى عليكم أن الجامعات الأسرية تلعب دورا كبير في نشر وترويج اللغة العربية في ربوع هذا البلد عن طريق التدريس والبحث والتحقيق والتأليف والنشر والترجمة. لقد ساهم أساتذة الجامعات مساهمة كبيرة في سد الفوق الثقافية من خلال تأليفاتهم في كافة ميادين المعرفة من المقررات الدراسية والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ والصحافة والترجمة وغيرها من الميادين. وقد ظهرت مؤخرا عدة كتب ومقالات تسجل خدماتهم القيمة في هذا المجال، فلا أريد أن أكررها على مسامعكم. ومن خلال هذا المقال البسيط أريد أن أتجول معكم في رحلة تاريخ الجامعات الأسرية لنكتشف رحلتها الطويلة في نشر اللغة العربية في الهند. أيها الحضور الكرام، إن تاريخ الجامعات في الهند قديمة، يرجع تاريخها إلى عام 1857 الذي فشلت فيه ثورة الهنود الكبرى ضد الاستعمار البريطاني فشلا ذريعا، ورسخت فيه أقدام البريطانيين في الهند، وبعد أن نجحوا في قمع كل المحاولات الرامية إلى زعزعة حكمهم في الهند، واتجهوا إلى ترسيخ الاستعمار البريطاني ونشر الثقافة الغربية على أنقاض الثقافات العربية والفارسية والوردية في الهند. ولتحقيق هذا الغرض قرروا إنشاء ثلاث جامعات في الهند على غرار جامعة لندن في كل من مدينة كولكتا في الشرق، ومدينة مومباي في الغرب، ومدينة مدراس في الجنوب. ثم بعد 25 عاما أنشئ مزيد من الجامعات في المدن الهندية الرئيسية الأخرى، منها جامعة إلهاباد في وسط ولاية أترا براديش. ولكن تدريس اللغة العربية لم يبدأ في هذه الجامعات إلا في عام 1920 بعد تأسيس جامعة علي غر الإسلامية والجامعة الملية الإسلامية التي لم تكن معترفة آنذاك من قبل الحكومة البريطانية. ثم في جامعة كولكتا في عام 1933
ثم في الجامعات الأخرى. واليوم عندما نرى إلى الوراء نجد أن اللغة العربية تدرس في الجامعات العصرية منذ حوالي 100 سنة تقريبا. خلال هذه المدة الطويلة مرت الجامعات العصرية من مرحلة إلى أخرى وشهدت التطورات في المجالات المختلفة، منها على سبيل المثال في زيادة عدد الجامعات التي تولت تدريس اللغة العربية وعدد المدرسين والدارسين، وكذلك في تحسين مستواها التدريسي وما إلى ذلك. ولسهولة التقييم لقد قسمت هذه الفترة الممتدة على 100 سنة إلى 3 مراحل. وهذا التصنيف أو تقرير أو مرحلة يعني ليس دقيقة جدا. المرحلة الأولى تبدأ في عام 1920 وتنتهي في عام 1947، وتمثل هذه المرحلة مرحلة بدائية لم يكن فيها الاهتمام بالتدريس بقدر ما كان بالبحث والتحقيق والتاليف، وكانت قبلة المشتغلين فيها العواصم الغربية بدلا من العواصم العربية. ولا يفوتني أن أذكر أن الأساتذة الكبار أمثال البروفيسور وحيد مرزا في جامعة لخنو والبروفيسور زبيد أحمد في جامعة إلهاباد حصلا على شهادة الدكتوراة من الجامعات البريطانية، وكانت اللغة العربية تدرس كلغة ميتة، وكان التركيز المتزايد على الأدب الوصفي بدلا من الأدب الإنشائي، لأن أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية التي أسسها المستشرقون كانت تابعة لأقسام الدراسات الاستشراقية التي كانت تضم عادة الفارسية والعربية، وكان هدف الاستشراق الخوض في الدراسات الإسلامية والتاريخية وليس الأدبية، كما لم يكن من أهدافها تمكين الدارسين بمهارات لغوية ليتمكنوا من التواصل بالعالم العربي والاستفادة من الأدب العربي بشكل مباشر، فقد كانت مناهجها مقتصرة على بعض الكتب العربية القديمة منها مقامات بديع الزمان والحريري وكليلة دمنة والمعلقات السبع وديوان الحماسة وديوان المتنبي، وكانت المناهج مثقلة بكتب التاريخ والبلاغة وما إلى ذلك، ولم يكن أي اهتمام يذكر بالإنشاء والمحادثة بالعربية، وكان الأساتذة يكتبون بحوثهم ومقالاتهم إما باللغة الأردبية أو باللغة الإنجليزية. إن الجامعات التي كانت تتولى تدريس اللغة العربية قبل الاستقلال يبلغ عددها 16 جامعة حكومية. المرحلة الثانية تبدأ هذه المرحلة في تدريس اللغة العربية في الجامعات الأثرية في الهند بعد زوال الاستعمار البريطاني، وتنتهي بنهاية التسعينات من القرن الماضي تقريبا. حصلت الهند استقلالها من بريطانيا في عام 1947، وقامت فيها الحكومة الوثنية التي كان همها الوحيد تطوير البلاد في كل المجالات وتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع كافة بلدان العالم وفي مقدمتها جيرانها الأقرب الدول العربية، والذي هدى بها إلى فتح مزيد من الأقسام للغة العربية في الجامعات الهندية لتطوير الكوادر البشرية ولسد الهواة الثقافية ولإرضاء المسلمين الهنود. فإن أقسام اللغة العربية التي أسست في ظل الحكومة الوطنية وضعت لها منهجا دراسيا أفضل مما سبق. والعامل الثاني الذي أدى إلى تحسين المناهج الدراسية هو ظهور فرص العمل بوفرة بعد اكتشاف النفط في الدول العربية وزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية والثقافية بين الهند والدول العربية المجاورة في أواخر السبعينات. فشهدت أقسام اللغة العربية وأدابها في الجامعات الهندية طفرة كبيرة في التدريس، وازداد الإقبال عليها لوجود فرص العمل لدارسيها داخل الهند وخارجها في البلدان العربية التي كانت تشهد نهضة كبيرة في العمران والبنى التحتية، وكانت في حاجة ماسة إلى عمالة خارجية ماهرة، وحصلت الشركات الهندية على وقود تجارية مجدية في البلدان العربية. هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الحاجة إلى من يجيدون اللغة العربية تحدثا وكتابة، فاضطرت الجامعات إلى إدخال التعديلات الضرورية على مناهجها بشكل يلائم حاجة السوق. وفي هذه الظروف المليئة بالتحديات قامت أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية المختلفة بتحديث مناهجها الدراسية من خلال إدخال المواد التي تساعد الدارسين على اكتساب مهارة الترجمة
والإنشاء والتحدث وما إلى ذلك. وفي هذا السبيل إنها واجهت صعوبات عديدة، لأن قبل 7 وقود من الزمن لم تكن الكتب العربية والجرائد والمجلات العربية متوفرة كما هي الآن، ولكن الجامعات الهندية رغم قلة إمكانياتها وكثرة تحدياتها لم تقف عند أي حاجز، بل مضت قدما في تعديل مناهجها الدراسية بما يلائم حادث الأصل. وبهذا المقام يحلو لي أن أذكر أن الجامعة الملية الإسلامية عدلت مناهجها الدراسية آخذة في الاعتبار مستوى الطلبة المتخرجين في المدارس العربية الإسلامية الذين يتقنون القواعد العربية ويحرصون على تعلم الترجمة واكتساب المهارات اللغوية الأخرى مثل التعبير الشفوي وتمرين الكتابة ليتسنى لهم الحصول على الوظائف. وفي هذه المرحلة نرى أن جيلا جديدا من الأساتذة المتمكنين في الأدب العربي الحديث تولوا التدريس في الجامعات الهندية. أذكرهم منهم على سبيل المثال للحث البروفيسور خرشيد أحمد فارق والبروفيسور محمد سليمان أشرف في جامعة دلهي والبروفيسور عبد الحليم الندوي والبروفيسور محمد اجتباء الندوي والبروفيسور زبير أحمد الفاروقي والبروفيسور شفيق أحمد الندوي والبروفيسور رفيع العهمات فينان في الجامعة الملية الإسلامية والبروفيسور محمد منور نينار والبروفيسور عبد الحق والبروفيسور شميم أمانة الله والبروفيسور سيد إحسان الرحمن في جامعة جواهرلال نهرو والبروفيسور محمد راشد ندوي في جامعة علي قر والبروفيسور محمد رزوان علوي في جامعة لكنو والبروفيسور معين الدين العادمي من في جامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيدرآباد. ولا يفوت لي أن أذكر أن معظمهم درسوا في الجامعات العربية المرموقة في القاهرة ودمشق والخرطوم ونهلوا من مناهلها العلمية الصافية ثم باشروا بالتدريس في الجامعات الهندية. يمثل هذا الجيل من الأساتذة خير أجيال المدرسين في تاريخ تدريس اللغة العربية في الهند، إذ أنهم كانوا يتقنون اللغة الأردية والإنجليزية فضلا عن العربية. المرحلة الثالثة تبدأ هذه المرحلة من نهاية التسعينات وتستمر إلى يومنا هذا، ويتجاوز الآن عدد الجامعات العصرية التي تتولى تدريس اللغة العربية عن 32 جامعة حكومية منتشرة في كافة أنحاء الهند وحوالي 100 كلية جامعية متركزة في منطقة جنوب الهند وبالأخص في ولاية كيرالا وآندرا برديش وفي ولاية بنغال الغربية وآسام شرقي الهند وفي ولاية كشمير شمال غرب الهند، حيث تدرس اللغة العربية على مستوى البكالوريوس والماجستر في الفلسفة والدكتورة بشكل عام. وكذلك هناك بعض الجامعات التي تدرك حاجة الأصل وتدرس اللغة العربية في الفصول المسائية لأصحاب المهن والموظفين ورجال الأعمال الذين لا يستطيعون متابعة الدراسة خلال أوقات الدوام. تتسم هذه المرحلة بزيادة ملحوظة في كل شيء، في عدد الجامعات، في عدد المدرسين والدارسين، وتوفر التسهيلات والوسائل التي لم تكن متوفرة في المراحل السابقة مثل الكتب والجرائد والمجلات والكمبيوترات والإنترنت والفيسبوك والواتساب وغيرها من الوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة النقل والاتصال مع العالم العربي. ونتيجة لذلك شهدت هذه المرحلة نمو العلاقات الثقافية بين الهند والدول العربية. وأكتفي بذكر 3 مؤسسات عربية مرموقة انبرت للتفاعل الثقافي مع الهند، منها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث التي نشرت في عام 2009 10 التراجم العربية لمؤلفات المفكرين الهنود المعاصرين بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي العربي بالجامعة الملية الإسلامية. وكذلك قامت مؤسسة الفكر العربي التي تتخذ من بيروت مقرا لها باختيار عدد من الكتب عن الهند وتاريخها وثقافتها ونشر ترجمتها بالعربية ضمن مشروع ترجمة كنود الفكر العالمي إلى اللغة العربية لتعميق معرفة القارئ العربي بالحضارة الهندية بجوانبها كافة. وأخيرا ليس آخرا ننوه بالدور الفعال النشط الذي يلعبه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالرياض في تشجيع وترويج تدريس اللغة العربية في كافة أنحاء العالم
عن طريق إقامة الدورات التدريبية للأساتذة ونشر بحوثهم ومؤلفاتهم وكتبهم وتقديم التعاون في المجال الأكاديمي. والمجال الآخر لمساهمة الجامعات الأثرية في نشر الثقافة العربية في الهند هو مجال البحث والتحقيق، فإن الجامعات الهندية قاطبة تولي اهتماما كبيرا بإجراء البحوث الأكاديمية حول مختلف الموضوعات الأدبية والتاريخية والثقافية والشخصيات العربية والهندية. أذكر على سبيل المثال لمحة بعض الموضوعات التي أثير في جامعتي، منها منهج النويري في كتابه نهاية العرب في فنون الأدب، ومساهمة دار العلوم ديوبند في الأدب العربي، ومساهمة النواب صديق حسن خان في العلوم الإسلامية بالهند، ونادك الملائكة الرائد وحركة الشعر الحر في الشعر العربي المعاصر، ومساهمة ابن زيدون في النثر العربي، ومساهمة محمود تيمور في الأدب العربي، ودراسة نقدية عن عباس محمود الأفقاد، وغيرها الموضوعات المهمة التي أخبرت في جامعتي. وفي هذه الجامعة هي جامعة بحثية، وعندكم مثل هذه المواضيع كثيرة جدا وما إلى ذلك. وفضلا عن هذه البحوث الأكاديمية القيمة، لقد ساهم أساتذة الجامعات الأثرية في إثراء المكتبات العربية في الهند بمؤلفاتهم القيمة وترجماتهم الجيدة من العربية للغات الهندية وبالعكس. أيها الحضور الكرام، هذا العصر، يعني هذا الندوة، توخت اللغة العربية بين الواقع والمعمول. فأنا أشير بعض الأشياء في ماذا نحن نعمل، ماذا نتوقع. هذا العصر الذي نعيشه نحن هو عصر انفجار المعرفة وعصر المعلوماتية التي حولت العالم بأسره إلى قرية صغيرة يلتقي فيها الهندي بالعربي والياباني بالأمريكي والأوروبي بالأفريقي، مما يجعل تعلم اللغات الأجنبية أمرا ضروريا من أجل التواصل الأفضل. وبقدر زيادة التسهيلات في هذا العصر ازدادت التحديات أيضا أمام أقسام اللغة العربية، وهذه التحديات لم تكن موجودة في المراحل السابقة، منها إيصال خدمة التدريس إلى كل من يريد دراسة اللغة العربية عن طريق وضع دورات مختلفة بمستويات مختلفة لتلبية احتياجات مختلفة، تحويل التدريس تدريجيا من الكتب الورقية إلى الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت، إخراج الجامعات الهندية من قوقعتها وعزلتها وربطها بالجامعات العربية التي هي مصدر توليد الطاقة في الدراسات العربية، وزيادة التعاون الثقافي مع المؤسسات الثقافية العربية على أساس فائدة الطرفين، تفعيل التبادل الثقافي بين الهند والدول العربية مراعيا مصلحة الطرفين. وبهذه الأفكار المتواضعة التي ذكرتها عشوائيا أستأذنكم وأقول لكم السلام عليكم وأشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.